وقد تقترب الدراما المحلية من الواقع حد الاندماج، إذ تفاجأ الوسط الفني وأسرة مسلسل بالعدني بوعكة أصابت قلب الممثل القدير قاسم عمار، أحد أهم القامات المسرحية والدرامية منذ سبعينيات القرن الماضي. كانت آخر مشاهده في المسلسل الجاري تصويره تدور في مستشفى ليعود إليه مصابا، لتضاف عراقيل أخرى أمام المسلسل الكوميدي الدرامي. وكان قاسم عمر قد تحدث لقناة بلقيس قبيل إصابته عن صعوبات إكمال العمل الأول إنتاجا من العاصمة المؤقتة منذ انتهاء الحرب. نحن جينا فقط مجرد تغطية ومساعدة لهم، وحاولنا لكن كان الوقت ضيق جدا فما ساعدناش، ولكن يبدو لي أنه الآن في جدية في العملية، يبدو لي أن هذا العام بيستمر العمل إن شاء الله بإذن الله، وأنا متأكد وواثق 100% أنه بينال استحسان الجمهور الكريم. يأتي الموسم الرمضاني هذا العام ومعظم الإنتاج الدرامي يصور خارج البلد أو من العاصمة الخاضعة للإنقلابيين، فيما العاصمة المؤقتة كادت أن تدخل عاما رابعا دون أي إنتاج لولا هذه المغامرة التي تصدرها شباب تعثروا العام الماضي، وها هم يطلون بمعية نجوم كبار في عدة شاشات محلية. هو عبارة عن معالجة الكثير من القضايا بوجهة نظر الأسرة العدنية بطابع بسيط كوميدي. الكل جمعنا يمكن ثلاثة أجيال مع بعض بعمل، وكان الموضوع هو نبسط الصورة العدنية للناس، العادات البسيطة، المشاكل اليومية اللي نعاني منها، حاولنا نبعد كثير من السياسة، نناقش موضوع المواطن. وتظل الدراما المحلية بمستويات متواضعة وأخطاء لا بد منها في ظل ضعف في الإنتاج وظروف عامة لا توفر مناخا يرفد الخبرات الناشئة لشباب قد يؤسسون لطفرة درامية في الأعوام القادمة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.